انت يا طلاب، اليوم محاضرتنا على الفانكشن. بالبداية قبل ما ندخل بالفانكشن كيفية كتابتها، بدنا نعرف ليه بدنا نستخدم الفانكشن. كثير بحكي للطلاب بمثال، مثلا رئيس قسم. رئيس قسمنا بيوزع المهمات على كل واحد بالقسم، مثلا واحد مثلا عليه إعداد الخطة الدراسية، واحد الجدول الدراسي، واحد إحصاء الشعب، إحصاء الطلاب، الثاني مثلا نحكي هو عبارة مسؤول عن التدريب، وهكذا. كل واحد له مسؤولية محددة. طبعا كلياتنا مع بعض، واللي كل واحد له مهمة، فمننجز ننتبه نحكي التاسك أو المهمات لهذا القسم. نفس الإشي البرنامج. البرنامج يا طلاب يتم تقسيمه، انتبهوا، إلى بارتس، إلى أجزاء، وكل جزء من هذا البرنامج مسؤول عن إشي معين. يعني كل جزء بيؤدي غرض معين يا طلاب. مثلا واحد مثلا بيعمل الماكسيمم، واحد بيعمل الافرج، واحد بيعمل السميشن، واحد مثلا بشوف اللي مثلا مجموع الاعداد واكبر واحد فيه، يعني وهكذا. كل واحد له ننتبه مهمه معينه. هذا التقسيم طبعا انا بستفيد منه في اكثر من شغله. انتبهوا، تقسيم البرنامج الى اجزاء بدل ما يكون عندي جزء واحد. يعني كل برامجنا اللي اخذناها يا طلاب لا تتعدى نحكي 15 سطر، ولكن احنا نحكي بالواقع البرنامج ممكن يوصل لالاف من الاسطر. في الشركات البرنامج يوصل لالاف من الاسطر. اذا ما قسمته الى اقسام والى اجزاء، لو وقعنا في مشكله معينه، انتبهوا، مشكله معينه صعب انه نحلها اذا كان كلياته مع بعض. فالفانكشن وجدت لتسهيل اكتشاف بعض المشاكل في هذا الكود اللي عندي. فإذا هو مسألة تنظيم مو أكثر. وكمان بإمكاننا هذا الكود اللي أنا كتبته كفانكشن في هذا البرنامج أستخدمه في برنامج آخر. ننتبه لأنه إحنا بنعمل يعني كود إنجينيرال. فإذا لتنظيم الكود، ولو كان في عندنا مشكلة يتم حلها بسهولة، تقسيم البرنامج إلى أجزاء فيمكن استخدامها، انتبهوا، فيما بعد. طبعا الفانكشن هو ممكن نسميه في بعض سب روتينز، سب بروجرامز، في بعض الاحيان هذا له تسميات اخرى. هلا الفانكشن هو عباره عن مجموعه، او الجروب نحكي جروب اوف ستيتمنتس. هاي الجروب اوف ستيتمنتس يتم تنفيذها، انتبهوا، داخل المين. ولكن قبل ما نحكي عن الفانكشن ننتبه في عندنا نوعين. وفي أول محاضرة من محاضراتنا في هذا الفصل تم إعطائكم إياها، ولكن حكيناها إنجينير. في عندنا two types of function. في عندنا اللي هي built-in function، اللي هي مسميها predefined function، ننتبه. وفي عندنا user-defined function. User defined function حكيت لكم يا طلاب بعد المد بإذن الله هناخد الـ user defined function. في البيلت ان فانكشن يا طلاب، في البيلت ان فانكشن يعني هي فانكشن جاهزه، فلذلك بنسميها بري ديفايند، وهي موجوده بلغه السي بلس بلس، جاهزه يا طلاب، انتبهوا، جاهزه بلغه السي بلس بلس. اللي هي بنسميها لايبراري فانكشن، مرات دائما بنسموها لايبراري فانكشن او بري ديفايند فانكشن او بيلت ان فانكشن، زي اللي اخذناهم كمان في اول محاضراتنا اللي موجودين في السي ماث، اللي هي في السي ماث لايبراري. هذول البيلت ان اوريدي موجودين في لايبراري، جاهزين باللغه. في عندنا لايبراري مثلا زي السي ماث، زي السترينج، كل واحدة حكينا تحتوي على مجموعه من الفانكشنز. مثل السي ماث موجود في عندنا الابسوليوت فاليو، الباور، سكوير روت، ننتبه، الساين، الكوساين، هذول كلياتهم جاهزين نحن بنوظفهم في برنامجنا. انتبهوا، نحن بنوظفهم في برنامجنا. فإذا اليوزر هو ما اللي دخل فيهم، لذلك هو سميناها predefined، يعني تم تعريفها مسبقا وموجودة باللغة. بينما النوع الثاني اللي هو user defined function، انتبهوا، user defined function. هذا اليوزر defined من اسمه، مين بيعمله؟ ننتبه، اللي هو نحن اليوزر، حسب احتياجاته. شو عمل هذا؟ يعني شو التاسك؟ شو الوظيفة من هذا الفانكشن؟
هذا ديبند على اليوزر يا طلاب، شو احتياجي انا، شو بدي اكتب انا فانكشن، فانا اللي بكتبه مو موجود باللغه، فلذلك سموه يوزر ديفايند فانكشن. انتبه، يوزر ديفايند فانكشن. لحتى انا اعرف كيف اكتب الفانكشن، طبعا هذا نوعين. طبعا النوع الاول تم تغطيته مسبقا اللي هو البري ديفايند، وحكينا امثله عليه. اللي اليوم حنشرح اللي هو يوزر ديفايند فانكشن، احنا كيوزر كيف ممكن نكتب هذا الفانكشن. حتى اليوزر ديفايند فانكشن في عندي نوعين، في عندي ما يسمى value returning function، في عندنا void function. انتبهوا، void function. في value returning function يعني هو الفانكشن الذي يرجع قيمة. طب شو معنى هذا الحكي؟ خلينا ناخذ هذا المثال اللي أمامنا بالرياضيات. حاطت لكم معادلة خطية بسيطة جدا. هاي المعادلة يا طلاب انتبهوا اللي هي y equal x plus 3. y equal x plus 3. انتبهوا، ما هو الانبوت في هاي المعادلة؟ ما هو المدخلات في هاي المعادلة اللي أمامي؟ ممتاز، انتبهوا الانبوت عندي هي x، إذا هذا هو الانبوت. ممتازين، إذا هذا عندي الانبوت في هذا الفانكشن، أو نحكي في هاي المعادلة اللي أمامنا. فإذا هذا عندنا الانبوت. ما هو الاوتبوت في هاي المعادلة؟ ممتاز، إذا الاوتبوت يا طلاب اللي هو عندي y، هذا هو الاوتبوت. في عندي في C++ function يا طلاب جاهز بيعمل لي y تساوي x زائد 3؟ في عنا في C++ هذا الفانكشن؟ ممتاز، ما في عنا. فهذا مين بده يكتبه؟ هذا نحن بدنا نكتبه كيوزر. لما بدك تيجي تكتب اي فانكشن، مو مباشرة انا عم بكتب، لازم اعرف اولا ما اسم الفانكشن اللي بدي اسميه، ثانيا ما هو المدخلات لهذا الفانكشن، يعني شو بيحتاج input، وما هي المخرجات لهذا الفانكشن. انتبهوا، ثلاث شغلات لازم ننتبه لها قبل ما نكتب اي فانكشن. طيب هلا سنتكس لكتابه الفانكشن يا طلاب، انتبهوا فانكشن تايب او بنسميها فانكشن ريتيرن داتا تايب او داتا تايب، اللي هي هاي المصطلحات بهذا الشكل. ثم one space، انتبهوا one space function name، وما بين هاي الأقواس ننتبه ما يسمى formal parameter list. طيب خلينا نفهم هذا الformal parameter list يا طلاب، اللي هي الانبوت. الformal parameter list اللي هي ما بين هاي الأقواس اللي هي الانبوت. والفانكشن نيم، الفانكشن نيم يا طلاب اللي هو اسم الفانكشن، شو بدكم تسموه على حسب طبعا شو التاسك، هو يفضل انه يكون ريفلكتس للوظيفه اللي بيقوم فيها. انتبهوا، طبعا ما ينطبق على شروط المتغيرات والايدنتيفاير هي نفسها شروط الفانكشن نيم يا طلاب. شو اسم الفانكشن بدكم اياه مثلا؟ انتبهوا، وهون عم نحكي عن الانبوت formal parameter list، عن الانبوت يا طلاب. طيب between begin and end curly brackets، شايفين هاد؟ هذا بنسميه يا طلاب function body. هاي مصطلحات مهمة ضروري تحفظوها. اذا syntax لكتابة function بشكل عام، في عندي function type او return data type، ثم one space function name، ثم between brackets في عنا formal parameter list أو الانبوت. انتبهوا، أو الانبوت. begin and end curly brackets، وهنا منحط ننتبه البادي لهذا الفانكشن. طبعا احنا عم نحكي in general. انتبهوا كمان لهذا المصطلح. هلا function name، انتبهوا function data type return data type formal parameter list، هذا كلياته يا طلاب بنسميه function header.
of functions heading. شايفين هاد function heading أو function header اللي هو السطر الأول من الفانكشن. السطر الأول من الفانكشن هذا نسميه function definition. ننتبه هذا السطر الأول بنسميه function header. هاي المصطلحات هاي عم بركز إنها مهمة جدا. begin و end curly brackets اللي بالداخل هون يا طلاب هذا نسميه function body. هذا formal parameter list. طب خلينا نطبق هذا الحكي لهلأ ما جبنا سيرة اللي هو return data type وشو معناتها. لحتى نفهم هذا الحكي خلينا نرجع لمعادلتنا هاي البسيطة. إذا كان الانبوت يا طلاب هذا اللي عندي من نوع integer. هذا الانبوت من نوع integer يا طلاب. شو بتتوقعوا الاوتبوت؟ شو بتتوقعوا الاوتبوت؟ ممتاز. والاوتبوت كمان من نوع integer. إذا كان الانبوت من نوع integer في هاي الحالة طبعا مو دائما لأنه integer زائد 3 integer integer زائد integer عم بيعطينا الاوتبوت يا طلاب هو integer. فإذا integer زائد integer بيعطينا integer. ولكن هذا مو شرط إذا كان الانبوت integer الاوتبوت integer. يعني ممكن أنا كنت كاتبه هون x تقسيم 3.5 for example. ما هو الاوتبوت تتوقعه إذا كان الانبوت integer؟ ممتاز باسل ننتبه. وأنس وقصاي ما شاء الله عليكم ننتبه. إذا كان الانبوت هو float عفواً integer وفي عندي تقسيم هون 3.5 فإذا يفضل يكون عندي الاوتبوت بنوع double يا طلاب أو float. ممتازين. طيب خلينا هلأ هاي المعادلة نشوف كيف ممكن نعملها function ونستخدمها ونوظفها في برنامجنا. أولاً كم عدد الانبوت عندي يا طلاب؟ كم عدد الانبوت؟ كم واحد عنا؟ one input. عندي مدخل واحد اللي هو x فقط. والثلاثة هي ثابتة يا طلاب. هذا ما بنعده input. ننتبه. فإذا عندي input واحد. خلينا نشوف هلأ شو بدنا نعمل. بدي أحط لكم هنا بشكل بسيط. إذا عندي one input. وين بدي أحط one input يا طلاب؟ شايفين هذا اللي هو في عندي formal parameter list. Formal parameter list هذا بنحطه ما بين هاي الأقواس هذا الانبوت. طيب واسم الفانكشن خليه بما انه اول فانكشن نكتبه بنسميه function 1 for example. هنسميه هلا هاي function 1 في 1 input. طيب ما هو الداتا تايب لهذا الانبوت؟ ما هو الداتا تايب يا طلاب؟ ممتاز من نوع integer فإذا حنكتب هون integer x. شوفوا integer x هاي اسم الفانكشن هو function 1 والانبوت عندي 1 input. للانبوت هاد لازم نحط له data type لعشان هيك سميناها formal parameter list data type ثم الvariable name. طيب بعدين هلا بدي لسه ما كملنا بدي أشوف هلأ ريفليكس للمعادلة هاي. أنا شو بدي أستفيد من هاي المعادلة؟ بدي أحسب قيمة y. بدي أحسب انتبهوا قيمة y. طيب كيف بدي أكتب هلأ قيمة y؟ بالبداية نحط begin و end curly brackets. begin و end curly brackets شو بيناتهم يا طلاب بدنا نكتب؟ ما بعرف إذا begin والend بيعطيكم إياها بشكل الصحيح. بدي أكتب أنا المعادلة هاي. بدي أكتب y انتبهوا y تساوي x plus 3 وهاي سيميكولون. طيب انتبهوا y equal x plus 3. طيب أول إشي لازم الطالب يحكي لي طيب y أنت مو معرفتيها على أي أساس كاتبة y تساوي x plus 3؟ طب وX؟ X تم تعريفها بالإنبوت. فإذا ما في مشكلة في الX ولكن عندنا مشكلة وين؟ في Y. فلذلك شو لازم نعمل يا طلاب؟ شو لازم نعمل؟
ممتاز، نعرفها قبل، انتبهوا نعرفها قبل استخدامها. يعني هون طبعا في عنا نوعين، في ناس متسرعين لسه ما اخذنا جلوبال يا ابني، ما اخذنا، احنا عم ناخذ هلا على الشيء اللي موجود امامنا، اللي هو حنكتب انتجر واي، نعرف هذا المتغير اللي هو واي. طب ليه عرفنا انتجر؟ قبل شوي حكينا بما انه الانبوت انتجر وعمليه الجمع لثلاثه، فاذا انتجر الاوتبوت، ننتبه، فاذا انتجر واي، انتجر، انتبهوا واي. انتبهوا هون شو مكتوب. مكتوب عندنا بالاعلى في سينتاكس لكتابه هذا الفانكشن الذي يرجع قيمه function type أو return data type. شوفوا return data type، الفانكشن اللي بيرجع قيمة يا طلاب، انتبهوا لهاي المعلومة، أي function يرجع لنا قيمة وهاي القيمة بدي أستفيد منها سواء بالفانكشن الثاني أو بالمين، فهون بنكتب يا طلاب، انتبهوا هون هنكتب اللي هي return. return شو بدي أرجع؟ رجع لي قيمة، ممتاز رائعين، ننتبه، رجع لي قيمة y اللي هي result من هاي المعادلة، رجع لي قيمة y. طيب هاي القيمة اللي رجعناها يا طلاب، نرد نرجع لنفس السؤال، هاي قيمة y، انتبهوا اللي رجعناها من نوع ايش يا طلاب؟ هاي القيمة من نوع، ممتاز، انتجر، فبالتالي شو بدي اكتب انا هون؟ انتبهوا مش مكتوب function return data type، فاذا قبل اسم الفانكشن، قبل اسم الفانكشن شو بدي اكتب يا طلاب؟ انتجر، ما بنكتب انتجر y، كثير خطا، كثير الطلاب بيكتبوا انتجر y، لا. اذا هلا نفهم الانتجر هاي معناتها هو الداتا تايب للقيمة المرجعة. function 1 إذا هو اسم الفانكشن. integer x إذا هو عبارة عن الانبوت. إذا هو عبارة عن الانبوت. هدول كلياتهم مع بعض يا طلاب، هدول كلياتهم مع بعض شو بنسميهم؟ هو السطر الأول هذا بنسميه اللي هو function header. انتبهوا function header. بنعيدها يا طلاب. انتبهوا منعيدها مع بعض. إذا نحن كتبنا هلأ function يعمل لي المعادلة اللي قبل شوي اللي هي y زائد 3، اسم الفانكشن سميناه function 1، بما أنه عندي 1 input يا طلاب، 1 input فكتبنا x، ولكن يجب وضع الداتا تايب لهذا الانبوت حسب السيناريو اللي انا بعطيكم، يعني ممكن احكي لكم الانبوت هو عباره عن دبل، هو عباره عن فلوت، ننتبه. فاذا انتجر اكس لاني انا قيدتكم من البدايه انه هو انتجر. طيب ثم عرفنا متغير بالداخل، انتبهوا انتجر واي، انتجر واي، واي تساوي المعادله اللي كتبناها اكس زائد 3، بعدين أم بحكي له رجع لي قيمة y. لما يرجع قيمة y، هاي ال y حكينا شو نوعها يا طلاب؟ من نوع integer، فلذلك وضعنا هون، انتبهوا return data type هو integer، فقط كتبت int، ننتبه اللي هي integer. هلأ كل أسئلتكم هلأ ححلها معكم، انتبهوا لا تتسرعوا، بس خلينا نثبت المعلومات الأساسية. هلأ حنشوف شو معنى رجع لي قيمة وهكذا. هذا بذكركم في شيء أخذناه سابقاً اللي هو إيش؟ لما حكينا integer أو void، متى أخذنا integer و void و return وما في return؟ متى أخذنا يا طلاب؟ اللي هو ممتاز الهنوف، ننتبه في المين، في المين يا طلاب. أصلاً المين بنسميها هي user defined function، المين يا طلاب هي user defined function، لا يخلو برنامج، انتبهوا لهاي المعلومة، لا يخلو برنامج من user defined function على الأقلية واحد. ليه واحد؟ لأنه هو الأساس المين، يعني كل البرامج اللي أخذناهم كان عندي user defined واحد اللي هو المين function، وحكينا منه يبدأ تنفيذ البرنامج،
منه يبدأ تنفيذ البرنامج. لما كان في عندي void ما كنا كاتبين return، ولما كان في عندي integer كتبنا return zero. انتبهوا، لما كان عندي integer كتبنا return zero. طيب خلينا نشوف هلأ أسئلتكم اللي كاتبين لي إياها. ليه إحنا شو نستفيد من الريتين؟ ننتبه، شو الاستفادة يا طلاب من الريتين؟ خلينا نشوف هذا المثال. انتبهوا يا طلاب، أولاً كتير مهم الطالب ينتبه لا وين بدي أكتب الفانكشن. بعيد أنا يا طلاب، ينتبه الطالب. في حدا مو سامعني؟ السيجنال عندي عالية، فأنا ما هعمل زي امبارح إنه أطلع ورد أرجع مرة تانية. طلاب اعملوا ريفريش لانه هاي في ناس سامعين والسيجنال عندي كتير عالية. ما في مشكلة، انا بعيد يا طلاب، انا بعيد مرة ومرتين وثلاثة. هاي في أغلب الناس سامعين وفي ناس لا، يعني نص نص صار. أنا هاي عم بوقف عبين ما يعني تقريبا نحكي أغلبكم يكون سامع. هلا إذا بيقطع ما عندي مشكلة، أنا بعيد يا طلاب، بعيد المعلومة أكثر من مرة. أنا توقفت هون، لسه أنا ما شرحت إشي، توقفت يا طلاب. خلاص هلا الأمور تمام؟ أكمل؟ يلا. هلا أول إشي وأهم إشي يا طلاب بكتابة الفانكشن. كتير في طلاب بالمختبر لما نحكي لهم اكتبوا فانكشن بيكتبوا لي الفانكشن جوا المين، وهذا اكبر خطأ. فاول نوت يا طلاب يا محترمين، تمسكوا الفانكشن تحطوا لي اياها منفصلة تماما عن المين. انتبهوا في هذا المثال اللي امامي، في هذا المثال يا طلاب هيها هي الفانكشن اللي كتبناه قبل شوي، ما له دخل بالمين نهائيا، مفصول تماما عن المين. هذا الفانكشن وهي المين، هاي اول نوت. لاحظوا وين وضعته انا هون في هذا المثال اللي امامنا، تم وضع كل الفانكشن قبل، انتبهوا، قبل المين. وفي عندي طريقه هلا ممكن احط الفانكشن بعد المين، انتبهوا. اذا في امكانيه وضع الفانكشن كله قبل المين أو بعد المين، ولكن كل واحدة لها يعني خاصية معينة. أسهل إشي دائما الطالب بيستسهل وبيحط لي إياه كله قبل المين. انتبهوا هلا أحكي لكم عن الطريقة الثانية لما نبلش برمجيا، يعني اليوم حنشتغل على البرمجية. هلا انتبهوا يا طلاب، كتبنا إذا هذا الفانكشن اللي اسمه integer function 1 integer x، وهي الكيرلي براكتس. هذا بلوك كلياته متكامل خاص في مين؟ في هذا الفانكشن. لو كنت يا طلاب كاتبة مليون فانكشن لم يتم استدعائه، شو معنى استدعائه؟ يعني أنا استخدمته جوا المين وعملت له كولينج وظفته جوا المين، إذا أنا ما استفدت منه. زي خلينا نحكي نشبهه بشغلة، لو عملت هاش انكلود لسي ماث في بداية برنامجي
يعني انا كاني استدعيت كل الفانكشن تبعون للرياضيات، ننتبه رياضيات ببرنامجنا، وانا ما استخدمت اي فانكشن للرياضيات، يعني ما وظفته. بستفيد شيء؟ لا، نفس المبدا هون. انا كتبت فانكشن، هذا الفانكشن وضعته، انتبهوا، كلياته قبل المين، كلياته وضعته قبل المين، وهذا الفانكشن يا طلاب ما استخدمته ولا استدعيته جوا المين، فاذا انا ما بستفيد منه، يعني وجوده وعدم وجوده واحد. طب كيف بدي انا استدعي او اوظف هذا الفانكشن في برنامجي؟ انتبهوا، ابسط شغله انا عاملتها هلا هون اللي هو سي اوت. انا كاتبه، انتبهوا هون معي يا طلاب، شو كاتبه؟ فانكشن 1 اللي هو نفس اسم الفانكشن، لاحظوا نفس اسم الفانكشن يا طلاب، اللي بالاعلى وضعته وين؟ بالمين، ومررت له قيمه اللي هي 4، وضعت قيمه 4، انتبهوا وضعت قيمه 4 يا طلاب. فاذا فانكشن 1 وهي 4، هذا يا طلاب بنسميه فانكشن كول او كولينج لهذا الفانكشن، اللي هي عمليه استدعاء لمين؟ لهذا الفانكشن. طب خلينا نعمل تريسينج، شو معناته هذا يا طلاب؟ بمرر هاي القيمة، انتبهوا، بمرر هاي القيمة لمين؟ لا الاكس. وكأني يا طلاب كاتبة انتجر اكس يكوال 4، فإذا تصبح عندي قيمة اكس في الذاكرة هي 4. بمرر القيمة اللي من المين، انتبهوا، بالأعلى للفانكشن، فتصبح عندي قيمة X 4. بعدين هون بحكي لي integer Y. Y تساوي، انتبهوا، Y تساوي يا طلاب، هاي Y قيمتها تساوي اللي هي 4، القيمة اللي مررتها من المين، زائد 3 يا طلاب، وتساوي إذن 7. فإذا قيمة Y 7، فإذا تصبح عندي قيمة Y هاي 7. شو بيرجع هون؟ شايفين هاي؟ هاي يا طلاب بحكي لي رجع لي قيمة Y اللي هي ممتازين، ننتبه، اللي هي 7. بيرجع قيمة Y 7، ولازم ينتبه، هل السبعة يا طلاب من نوع انتجر؟ هل السبعة من نوع انتجر؟ نعم، فإذا بخليها زي ما هي 7، لأنه ممكن أنا هون أرجع 7.5 وتكون هاي انتجر، فانتبهوا. طيب وين بدي أحطها يا طلاب هاي؟ انتبهوا، شايفين مكان هاي كلياتها، مكان اسم الفانكشن 1 of 4 مكانها كلها يا طلاب، وكأنه بيكتب هون عندي 7، بيرجع القيمة، انتبهوا، بيرجع القيمة اللي هي 7. وين بيرجعها؟ للمين. فبصير عندي هون القيمة يا طلاب اللي بيرجعها هي 7. فيما بعد أنا شو عملت لإلها؟ انتبهوا، عملت عملية طباعة. فإذا ما هو الأوتبوت يا طلاب؟ ما هو الأوتبوت؟ ممتاز، اللي هو 7. هذا هو الأوتبوت، انتبهوا. إذا نعيدها بشكل سريع للناس اللي سألوا هلأ على الإعادة، ما عندنا مشكلة. عم نحكي عن أبسط أنواع الاستدعاء، وبدي أوظف هذا الفانكشن في برنامجي. طبعاً دائماً وأبداً، وننتبه، لو حطيت حكيت لكم مليون فانكشن قبل المين ما حستفيد منه طالما أنا ما وظفته في برنامجي، يعني لم يتم استدعائه جوا المين أو جوا فانكشن آخر لنستدعيه بالمين. دائماً عملية التنفيذ يا طلاب، لو قلت لكم اعملوا لي تريسينج لأي برنامج، ابدأوا من أول سطر في المين، ابدأوا من أول سطر في المين يا طلاب. فأول سطر في المين عندي اللي هو سي أوت هون، طبعاً ممكن يكون في أشياء تانية في المين قبل، بس إحنا هلأ في مثالنا البسيط سي أوت. سي أوت فانكشن 1، فبحكي فانكشن 1 هذا عبارة عن فانكشن تم كتابته قبل شوي، موجود عندي وين؟ قبل المين، انتبهوا، موجود عندنا قبل المين. فإذا هاي فانكشن، نستدعي هذا الفانكشن، أعطيته أنا قيمة 4، طبعاً كم إنبوت فيه؟ 1 إنبوت، وأنا أعطيته أصلاً قيمة واحدة. فإذا هاي الأربعة بيمررها لمين؟ لهذا الفانكشن.
أصبحت وكأنه قيمة X integer X تساوي 4، هي 4. بعدين هون عندي integer Y، Y تساوي X قيمتها اللي هي 4 زائد 3 يا طلاب، 4 زائد 3 كم؟ 7. فإذا return بيرجع قيمة 7. طب وين بيرجع قيمة 7؟ مكان الكل اللي استدعيته اللي هي function 1، شايفينها هاي؟ of 4 مكانها كله وكأنه بيعوض 7، وكأني أنا كاتب سي أوت لمين؟ للسبعة يا طلاب. لحتى نفهم الموضوع أكثر، هذا ليس كل وحيد يا طلاب، خلينا الاستفسارات اللي هلأ شايفيتها انتبهوا أمامي، خلينا نعملها يا طلاب على البرمجية ونعمل شيرينج للبرنامج. انتبهوا، اللي عنده أي مداخلة يا طلاب يستخدم المايك. أو خلينا نصغر هاي نشوف عشان أقدر أشوف الأسئلة تبعتكم. انتبهوا يا طلاب، هذا البرنامج اللي هلأ كتبناه integer function 1 integer x وهي integer y، y تساوي x زائد 3 return y. integer main هاي سي out function 4. خلينا نعمل run لهذا البرنامج، شوفوا ما هو الاوتبوت، عندي 7. هلأ شفت بعض الأسئلة يا طلاب نجاوب عليها برمجيا. في ناس قالوا لي هل الأربعة يجب أن تكون ثابتة؟ يعني هل ممكن أكتب integer for example M ثم أعمل cn، شوفوا cn للأم، cn للأم بدي أدخل قيمة هاي الأم، وهي سي اوت شوفوا لفانكشن 1، فانكشن 1 اوف ام. يعني الطالب ما بده اياها ثابته زي ما انا عملتها 4، بمد على مدخلات اليوزر اعطيني المخرجات. انتبهوا، يعني بالبدايه هلا بيعطيني، خلينا نعمل هاي as comments ونشوف الاجابه على هدول. هندخل قيمه من الكيبورد، حيمررها لمين؟ حيمرر قيمة الام لاكس، مثلا دخلنا 10 بيمررها لهون، فبتصبح عندي قيمة اكس يا طلاب كم؟ ننتبه 10، 10 زائد 3 13، فإذا الإجابة حيعطينا انتبهوا 13. خلينا نشوف مع بعض كرن، انتبهوا يا طلاب، هاي زي ما حكينا، هاي لو دخلت 10 وهي انتر، شوفوا الإجابة أعطاني إياها كأوتبوت اللي هي 13، هذا هو الأوتبوت. فإذا هاي طريقة أخرى للاستدعاء. خلينا نشوف طريقة كمان، نحكي ثالثة ورابعة، عدة طرق يا طلاب مو بس هدول. في بعض الأحيان بحكي لي طلاب طيب لنفرض إني أنا بدي أكتب بهذا الشكل integer z for example، أو خلينا نحكي R equal، انتبهوا function 1، function 1 بالسبعة مثلا، هل هون بيعطيني output يا طلاب؟ شو نستفيد منها؟ شو نستفيد منها يا طلاب؟ بمرر قيمة السبعة لوين؟ لهذا الفانكشن. انتبهوا، هاي السبعة بمررها لهذا الفانكشن، تصبح قيمة الاكس ننتبه اللي هي سبعة، سبعة زائد ثلاثة عشرة، فهاي كلياتها بيعوض مكانها كم يا طلاب؟ عشرة. فأصبحت قيمة R هلأ كم؟ عشرة. لو بدي أتأكد من ذلك، لو بدي أتأكد يا طلاب بعمل سي أوت لمين؟ لا R. طريقة ثانية للاستدعاء، إذا مو دائما أعمل سي أوت سي أوت، انتبهوا، وهي رن لإلها ونشوف ما هو الأوتبوت. ننتبه مع بعض.
الاوتبوت يا طلاب لاحظوا اللي هو 10. هاي طريقة أخرى. فإذا أي فانكشن نحط in general بيستدعي بيرجع قيمة يا طلاب، أي فانكشن بيرجع قيمة، يعني هون في شايفينها هاي الانتجر فانكشن 1، هون في عندي return data type. شو return data type؟ يا انتجار يا بوليان، الأشياء اللي أخذناها بس مو void، انتبهوا مو void، انتجر بوليان character float double. فإذا أنا ممكن أعمل له see out بالمين، ممكن أخذنه انتبهوا في متغير، ممكن كمان حتى أستخدم في expression. كيف يعني في expression؟ مثلا هذا اللي أمامي أعمل له multiplication 5 يا طلاب، لاحظوا function 1 of 7 multiplication 5 يا طلاب، هذا expression متكامل ثم بخزنه في R مثلا. ممتازة، بيعطينا الإجابة كم؟ رائعين، ننتبه بيعطينا الإجابة 50. يعني إذا مو شرط يكون عندي هذا الفانكشن، خليني أورجيكم إياها. الأوتبوت هيعطينا الإجابة 50، شايفين؟ هاي الإجابة 50. فإذا هاي بداية لكتابة فانكشن. طيب لنفرض حكيت لكم بدي أكتبها بهذا الشكل، شو رأيكم؟ حطيت أقواس فارغة، حطيت أقواس فارغة يا طلاب، شو رأيكم؟ شوفوا شو أعطاني، أعطانا إيرور. والسبب، والسبب يا طلاب، عندنا 1 input نعطيه 1 input، عندنا 2 input نعطيه 2 input، ما في ولا input، ما بعطيه ولا input بهذا الشكل. ولكن بما إنه عندي 1 input يجب على الأقل أعطيه، ننتبه، أو مش على الأقل exactly، ننتبه 1 input، يجب أنه أعطاه 1 input. فإذا هاي طريقة خاطئة، ننتبه هاي طريقة خاطئة، فإنه ما بيصير. طيب خلينا نشوف بعض التريكات يا طلاب. هلأ لنفرض ما في بعض الأحيان بحكي للطالب ليه أنت مغلب حالك هيك، شو رأيك نعملها بهذا الشكل، integer y تساوي x زائد 3، صح أم خطأ؟ يعني عملها في جملة واحدة، انتبهوا، integer x integer y تساوي x زائد 3، صح أم خطأ يا طلاب؟ شو رأيكم في هاي، في هذا الكود؟ ممتاز، ما في أي مشكلة أصلاً. يا بحط integer y ثم y تساوي x بالطريقة اللي أخذناها أصلاً اعتيادية، أو أكتبها بهذا الشكل. في عنا طريقة أخرى يا طلاب، شوفوا بحكي ليش بدي أنا أكتب y وأغلب حالي وهذا كليات، وبدي ألغي هاي، انتبهوا، ألغي هاي وأكتب direct return x زائد 3. شوفوا ما عرفت انتجر واي ولا اي شيء. خلينا نشوفها مع بعض هاي اذا صح ام خطا. هاي انا مررت لها هون مثلا 4، مفروض يعطينا 4 زائد 3 كم؟ 7، وقيمه ار اذا 7. شوفوا يا طلاب، هاي طريقة أخرى وهي أعطاني الإجابة صح واللي هي 7. فإذا مو شرط إني لازم أعرف انتجر واي، فإذا هاي أسرع، خاصة لما تكون معادلة بسيطة. أما بينما تكون عندي كود كتير كبير بالفانكشن، مجموعة كبيرة من الستيتمنتس، لا مضطرة إني أنا أحطها، ما بكتبها بهذا الاختصار، ننتبه، ما بنكتبها بهذا الاختصار. طيب هلأ لنفرض حكيت لكم يا طلاب، حكيت لكم في عنا طريقتين لكتابة الفانكشن، يا إما كلها قبل المين، يا إما كلها وين؟ هاي شايفين أخذت كلياته زي ما هو copy paste بعد المين، يا إما كلها قبل المين، انتبهوا على هاي النوتس مهمة جدا، أو كلها يا طلاب بعد المين. طب انتبهوا لو وضعتها بعد المين شو أعطاني؟ شو أعطاني يا طلاب؟ انتبهوا للإيرور شو مكتوب، بحكي لي function 1 was not declared in this scope، يعني مش موجود،
ومع انه انا فعليا انا كاتبه هذا الفانكشن، ولكن هذا الفانكشن وين موجود؟ بعد المين. طب هذا الشيء بناقض اللي انا حكيته. انتبهوا يا طلاب، اذا تم وضع الفانكشن بعد المين، اصلا البرنامج بيمشي سيكوينشال من الاعلى، بيكون هو مارق على هاش انكلود يوزنج، بيجي على الانتجر مين، ما مرق عليه شيء اسمه فانكشن. فلما يجي على هذا اللاين اللي هو رقم 8 انتجر ار تساوي فانكشن 1 اوف 4، بيعطينا ايرور، بيحكي لي هذا فانكشن انا ما مرقت عليه، ما بعرفه، ما بعرفه. ننتبه، لانه تم وضعه طبعا هو بعد المين، فهو اصلا ما تعرف عليه. بينما قبل شوي، لانه كليات وضعناه قبل المين فتعرف عليه قبل ما ننتبه يعمل له كونينج. فلما يشوفه هون كول كان بالنسبه له عادي، لانه اوريدي هو قراه قبل المين. في هاي الحاله يا طلاب، هذا ليس خطا، ولكن حنضيف هون جمله اللي هي ما تسمى فانكشن بروتوتايب. انتبهوا، ما يسمى فانكشن يا طلاب بروتوتايب. الفانكشن بروتوتايب هو عباره عن الفانكشن هيدر، شايفينه هات، بدي اعمل كوبي بيست عنه اضعه بالاعلى. الفانكشن هيدر زي ما هو، شايفينه اللي هو هذا اللي حكينا الفانكشن هيدر، او اللي هو الهيدنجز لهذا الفانكشن، اللي هو السطر الاول بالفانكشن اللي هو الديكليريشن. ممتاز. وين وضعته يا طلاب؟ وضعته بالاعلى. لما وضعته بالاعلى واضافه له سيمي كولون مع فاصله منقوطه، هذا يا طلاب خليني اخذكم يا از كومنت، انتبهوا، هذا نسميه فانكشن، انتبهوا، بروتوتايب. هاي المصطلحات مهمه. طيب، واللي هو عباره عن فانكشن بروتوتايب اللي هو مكافئ لا الفانكشن هيدر، بالاضافه الى، انتبهوا، السيميكولون، الفاصله المنقوطه. الفانكشن هيدر بالاضافه للفاصله المنقوطه، هذا هو شو بنسميه، عم نعيد، فانكشن بروتوتايب. فانكشن بروتوتايب يا طلاب، ما فائده الفانكشن بروتوتايب؟ متى انا كتبته يا طلاب؟ لما انا اكتب الفانكشن بعد المين، انتبهوا، لما كتبنا الفانكشن بعد المين فبضطر اكتب الفانكشن بروتوتايب قبل المين. والسبب عشان الخطا اللي اعطاني اياه هلا، لما حكى لي انه هون ايرور وما كان متعرف على هذا الفانكشن، لا، في هاي الحاله بيمشي من اول لاين هاش انكلود ثم يوزنج، بعدين هون بيحكي لي انتجر فانكشن، بيحكي لي موجود في عندنا فانكشن اسمه فانكشن 1، في 1 input من نوع integer، والoutput يا طلاب من نوع integer، تم كتابته بعد المين. انتبهوا، تم كتابته بعد المين. وين بعد المين؟ هون. فإذا نتعرف عليه، فبهاي الحالة شوفوا هل بيعطينا error؟ نشوف مع بعض هل بيعطينا error ولا لا. زي قبل شوي، هل أعطانا إيرور يا طلاب؟ انتبهوا، أعطاني أوتبوت، وهي أعطاني الأوتبوت 7. إذا متى اضطرينا منعيد؟ متى اضطرينا كتابة الفانكشن بروتوتايب؟ اضطرينا لكتابة الفانكشن بروتوتايب يا طلاب لما وضعنا الفانكشن بعد المين، هيو وضعناه كله بعد المين، فاضطريت أكتب الفانكشن بروتوتايب عشان أعطي إنديكيت للبرنامج لما ينفذ إنه في عندي فانكشن تم كتابته بعد المين. انتبهوا، وهو عبارة عن 1 input من نوع integer، والoutput من نوع integer، واسمه function 1. انتبهوا، اسمه function 1. زميلتكم عم تسألني لنفرض أنا قمت الفاصلة المنقوطة، طب هيني بدي أقيم الفاصلة المنقوطة، شوفي يا بنتي ما هو الoutput، شو بيعطينا؟ بيعطيني error، بيعطينا error. إذا لم يتم وضع الفاصلة المنقوطة في function prototype بيعطينا error، فانتبهوا لإلها. فإذا هون بنحط فاصلة منقوطة. طب بالعكس، لو وضعت الفاصلة منقوطة في الفانكشن هيدنج، في الهيدر للفانكشن هون، شوفوا شو رأيكم فيها؟
بيعطينا ايرور. فاذا نحط نوتس في الفانكشن بروتوتايب يجب وضع الفاصل المنقوطه بالفانكشن هيدنج. اصلا في السنتاكس في كتابتها انا ما اعطيتكم انه في عندي بنهايه الهيدنج اللي هي فاصله منقوطه، فشو اعطاني يا طلاب؟ اعطانا ايرور لانه ما بيصير عندي فاصله منقوطه في الفانكشن هيدنج. انتبهوا، ما بيصير عندي فاصله منقوطه في الفانكشن هيدنج. لغايه الان في اي سؤال بعيد يا طلاب؟ اعتقد جاوبت على اسئلتكم. طيب شوفوا هسا شو بدي اعمل، بدي اغير شغله بسيطه، بدي ارجع لبرنامج السابق نحطها هات. اوكي هاي اربع، هذا برنامجنا السابق. انتبهوا شو بدي اعمل هلا يا طلاب. لنفرض بدي اغير المعادله. المعادله اللي كتبناها قبل شوي، خلينا نكتبها هون كنوتس، كانت عندي المعادله اللي هي y تساوي انتبهوا x زائد 3. هيك كانت معادلتنا. لنفرض يا طلاب حكيت لكم y تساوي x زائد z. x زائد z يا طلاب، شو رأيكم؟ ما هو الانبوت عندي؟ كم عدد الانبوت يا طلاب؟ ممتاز، عدد الانبوت 2. ما هو التغيير بده يطرأ على برنامجنا؟ ما هو التغيير بده يطرأ على برنامجنا يا طلاب؟ شو بدنا نعمل في البرنامج؟ اولا خلينا نيجي على الفانكشن. على الفانكشن يا طلاب، خلينا ننتبه لهاي الملاحظة. أصبح عندي y تساوي x زائد z، يعني هون مكان الثلاثة بدي يكون عندي يا طلاب z. هاي أولا. ثانيا هون في كتير طلاب هلأ شفت في الإجابات، يعني جدا رائعين إنكم بتفكروا بهالسرعة ما شاء الله بتعطوني الإجابات، ولكن بدنا ننتبه لهاي النوتس. هاي بدي أحطها بهذا الشكل. سابقا لما كنا نكتب انتجر x انتبهوا، وحطينا انتجر y اعطيتكم اياها زمان، هاي انتبهوا انتجر x وانتجر مثلا z، هلا كنا نكتبها بجمله واحده وحكينا equivalent لها بجمله واحده، اللي هي كنا نكتب انتجر x كوما اللي هي z، وهذا الحكي معكم حق. انتبهوا سابقا، ولكن في البارامتر ليست، انتبهوا يا طلاب، في البارامتر ليست هذا الحكي خطأ. في البارامتر ليست كل انبوت عندي يا طلاب يجب وضع الداتا تايب لإله. كل انبوت في البارامتر ليست، هيك كتابة السنتاكس للفانكشن. كل انبوت يا طلاب، مش بنختصرهم مع بعض زي الديكليريشن اللي اخذناه سابقا. كل انبوت هون يجب وضع الداتا تايب. فهون انتجر اكس انتجر زد. اما تكتب لي انتجر اكس كوما زد هذا ايرور، مو بالطريقه اللي اخذناها سابقا. انتبهوا، انتجر اكس انتجر زد، طبعا لو كان عندي مثلا 10 انبوت وكلهم من نفس النوع انتجر مثلا، لا بنكتب انتجر اكس انتجر زد انتجر ام انتجر كذا، بنكملهم. كل وحده من البارامترز يجب وضع انتبهوا الداتا تايب. هاي اول ملاحظه وانتبهوا لها مهمه. هيك السنتاكس، هيك يا طلاب في كتابه الانبوت. طيب هذا التغيير اللي احنا عملناه هون، في تغيير ثاني بالفانكشن يا طلاب؟ في تغيير تاني؟ لا، هاي انتبهوا مكان زد 3 حطينا زد وهون حطينا 2 انبوت. طيب لو انا خليت الاستدعاء السابق بوضع كم انبوت هون عندي actual parameter list، كتبت انا بس 4، لو وضعتها بهذا الشكل شو بتتوقعوا يعطينا؟
بيعطينا ايرور. انتبهوا، ليه بيعطينا ايرور؟ بيحكي لي انك انت بعد هاي انتبهوا too few arguments. arguments هي نفسها يا طلاب الـ input او الparameters. يعني لو شفتوا هذا المصطلح في كتير مراجع، هو نفس الـ argument، هو نفسه انتبهوا الـ parameter list، هو نفس الـ input. فبيحكي لي انه انت بعت فيو، يعني عدد قليل من البارامترز او من الانبوت واللي انت معرفه هو 2، فهذا ايرور، فهذا ايرور. فشو نعمل في هاي الحاله؟ شو نعمل يا طلاب؟ بدنا نبعث له كم قيمه؟ مو قيمه واحده، بدنا نبعث له قيمتين، مثلا 4، خلينا نبعث له 1 فور اكزامبل. 4 وين حتروح؟ بنفس الترتيب اللي بالأعلى، بنفس الترتيب انتبهوا بالأعلى. الأربعة يا طلاب بتروح للإكس، وكأني كاتبة انتجر إكس تساوي 4، والواحد بمررها لمين؟ للزد، وكأنه كاتبين انتجر زد تساوي 1. ممتاز. فإذا بيجمع هون 4 بلس 1 اللي هي 5. فإذا بيرجع قيمة مكان هاي كلياتها، مكان هاي القيمة كلياتها اللي هي 5، قيمة زد. ممتاز. فإذا انتجر R تساوي انتبهوا 5. فإذا سي أوت للR في هاي الحالة ما بيعطينا إيرور، وبيعطيني القيمة النهائية اللي هي 4 زائد 1 اللي هي 5 يا طلاب، فبيعطينا قيمة R اللي هي 5. فإذا هذا هو الأوت، وتشوف الأوت بوت يا طلاب اللي هو 5. ممتاز. يلا نشوف هلا شطارتكم. لنفرض وضعت هذا كل الفانكشن وين؟ وين نحطه يا طلاب؟ بعد المين. وضعته بعد المين. ممتاز، بعد المين. اعطوني شو بنسميه؟ شو بنكتب؟ اعطوني الفانكشن بروتوتايب. ممتاز. ما هو الفانكشن بروتوتايب الملائم يا طلاب؟ ما هو الفانكشن بروتوتايب؟ نفس الهيدر. هاي بدي اعمل كوبي بيست، شوفوا ما بقيمه من هون نهائيا. في ناس بيعملوا كات، هذا حكي خطا. بعمل له كوبي وبنقل للاعلى، وبالنهايه فاصله مضبوطه. هو بالنهايه فاصله مضبوطه بهذا الشكل. أعطيته indicate إنه في عندي function اسمه function 1، تم كتابته بعد المين، تم كتابته بعد المين، يتكون من 2 input من نوع integer. ممتاز. والoutput من نوع integer. في هاي الحالة هني بعمل run، بيعطينا نفس الإجابة اللي قبل شوي. انتبهوا يا طلاب اللي هي هاي، ها 5 اللي هي 5 يا طلاب. طب انتبهوا هلا للنوز في الفانكشن بروتوتايب. انتبهوا يا طلاب للنوز في الفانكشن بروتوتايب. هلا اسئلتكم هلا حجاوب عليها، ما في مشكله يا طلاب، بس خلينا اعطيكم من النوز. شوفوا شو بعمل، شو شايفين يا طلاب؟ حذفت الفاريبل نيم، الفاريبل نيم من وين؟ من البروتوتايب، من البارامترز ليست الموجودة عندي في البروتوتايب. حذفتهم، حذفتهم التنتين، وبعمل رن. هل أعطاني ايرور؟ انتبهوا يا طلاب، هل أعطانا ايرور؟ ما أعطانا ايرور. دليل انه هيو كمان أعطاني اوتبوت. شوفوا دليل انه اعطانا output يا طلاب، ما اعطاني error نهائيا، ما اعطانا error. والسبب هلا اللي بيهمه في البروتوتايب، انتبهوا معي، اسم الفانكشن يجب ان يكون نفسه، اسم الفانكشن هذا بيهمه. كمان الداتا تايب للريتيرن داتا تايب اللي هو انتجر، كمان هذا بيهمه. عدد الانبوت عندي 2 input، كمان هذا بهمه. الداتا تايب للانبوت يعني للبارامتر ليست، هذا بهمه. اما الفاريبل نيم لا. ليه؟ لانه لما بده يجي يقرا
وصل لهذا اللاين اللي هو لاين 5 5. بحكي لي في فانكشن اسمه فانكشن 1 موجود عندك بعد المين فيه 2 انبوت من نوع انتجر فقط، 2 انبوت من نوع انتجر والاوتبوت من نوع انتجر. شو اسماء المتغيرات ما بيهمنا، لانه متى بيهمني اسماء المتغيرات؟ لما بدي يجي يستدعي، لما بدي يجي يستدعي ما بيعوض القيم هاي، انتبهوا في البروتوتايب بيعوض هاي القيم في مين؟ اللي هم موجودين عندنا في البارامتر ليست الموجودة عندي في الهيدر، انتبهوا في الهيدر. فهو ما بيهمه انه والله اكس واي زد، بيهمه الفاريابل الموجودة عندي وين في الهيدر فقط. انا هون بعطي انديكيت انه ما هي الانبوت، ما عددها، شو الداتا تايب لهذا الانبوت، ما اسم الفانكشن، ما هو الاوتبوت، الداتا تايب عفوا لهذا الاوتبوت فقط. هذا بس بيعطي انديكيت، يعني كانه بحكي له انه في عندي فانكشن، انتبهوا. بينما هون الأربعة ما بيمررها للبروتوتايب، الأربعة بيمررها للإكس الموجودة عندي بالهيدر، والواحد بيمررها للزد. فوجود المتغيرات أو عدم وجودها يا طلاب انتبهوا بالبروتوتايب واحد ما بيفرق. كمان كتير كنت أعطي للطلاب أقولهم لنفرض حطيت A و B، بحكي للطلاب إنه كيف حاطة A وهنا X وهذا B وهذا Z؟ هذا error. انتبهوا يا طلاب، هل بيعطينا error؟ شوفوا، هل أعطاني error يا طلاب؟ لا، لأنه ما بيهم أسماء المتغيرات أبدا، وهي أعطاني output. ما دخل A و B، حط اللي بدك إياه. يعني في بعض الأحيان ممكن أعطيكم الأولى ما أحط لها variable name والثانية أعطيها variable name، هاي انتبهوا integer هون كاتب integer B، كمان نفس الشيء ما بتفرق. لو حطيت كمان يعني في أحد الامتحانات حطيت للطلاب هاي Z، تخيلوا كتبت هاي Z والثانية X، يعني هاي الأولى Z والثانية X، بحكي لي إنه هذا error في البرنامج. كل هذا ما بيفرق، شو ما كانت المتغيرات أنا ما بتطلع عليها. اللي بيهمني في البروتوتايب حكيت لكم هني عم بعيدها، اسم الفانكشن يكون نفسه، عدد الانبوت نفسه، هون اثنين هون اثنين، الداتا تايب للانبوت هو نفسه يا طلاب انتبهوا، والريتيرن داتا تايب هو نفسه، وبالنهاية اني ما انسى اني احط فاصلة مربوطة. هذا اللي بيهمني. شو ما حطيت هون اسماء متغيرات او حطيتهم، حطيت واحدة وواحدة لا وهكذا، ما بتفرق معنا. انتبهوا يا طلاب، ما بتفرق لغاية الآن. في أي سؤال بعيد يا طلاب؟ طيب خلينا نغير هذا الفانكشن. في أحد زميلاتكم سألت float و double وأنه دائما integer، لا لنفرض مغير. مثلا احكي لكم اعملوا لي فانكشن، انتبهوا يعني اعملوا لي فانكشن رجع لي الماكسيمم لتو مثلا دبل نمبر، تو دبل نمبرز، يعمل لي الماكسيمم لتو دبل نمبرز. شوفوا شو بدي اعمل، خليني بس ارجع بالبدايه بهذا الشكل. يعني كم عدد الانبوت، كم عدد الانبوت يا طلاب؟ 2 input، ممتاز. ما هو الداتا تايب للانبوت؟ ما هو الداتا تايب للانبوت يا طلاب؟ ممتاز، دبل. فاذا انتبهوا شو بدي اعمل. اولا بدي اغير اسم هذا الفانكشن، بدي اسميه يا طلاب مثلا ماكس فانكشن، هاي ماكس فانكشن، ماكس فانكشن 2 input، هاي بدي احط هون دبل X، انتبهوا، ودبل Z مثلا أو Y، خلينا نحكي دبل X ودبل Y.
اكيد اذا كان عندي اتنين دبل فاكيد عندي واحد منهم حيكون الماكسيمم، والماكسيمم ما هو الداتا تايب لإله هون الملائم يا طلاب؟ واحد منهم، فاذا اكيد حيكون دبل. فاذا هون الريتيرن داتا تايب ممتازين، حيكون عندي دبل، حيكون عندنا دبل. طيب شوفوا هون شو بدي اكتب، انتبهوا، ممتاز، انتبهوا قصي، نعرف ماكسيمم. اذا انا هون بدي اعرف متغير، انتبهوا، من نوع دبل اسمه ماكس. هاي ماكس. طيب شو بدي اكتب لو انا هون؟ يلا اعطوني كيف بدي اعرف انه هذا الماكسيمم، هذا اكبر من الثاني؟ شو اكتب؟ نكتب if statement، ممتاز. if اذا كانت عندي x انتبهوا اكبر من y فاذا هي الماكسيمم. فشو بدي اكتب هون؟ max تساوي انتبهوا x، اذا هي الاكبر. else فاذا الماكس تساوي، انتبهوا، ماكس تساوي اللي هي واي. بعدين بحكي له بدي هاي القيمة الماكسيمم رجع لي اياها، شو بدي اكتب هون؟ return statements اللي هي return القيمة النهائية المخزنة وين هلا بتكون؟ ممتاز، في الماكسيمم، في الماكسيمم، جدا رائع يعني. طيب هلا كيف بدي استدعي هذا الفانكشن؟ خلينا نيجي ابسط انواع الاستدعاء. طبعا كيف الطرق اللي اعطيتكم اياها للاستدعاء؟ بنفس الاسلوب. بامكاني هلا اعمل سي اوت مباشره، سي اوت انتبهوا، واسم الفانكشن هو عندي ماكس، انتبهوا فانكشن، واعطيه كم قيمه يا طلاب؟ تنتين، مثلا 4.5 و 8.1 for example، وهي التنتين من نوع دبل. ما هو الاوتبوت يا طلاب المتوقع من هذا الكود؟ اولا بيمرر قيمة الاربعة ونص لمين؟ للاكس. وبيمرر قيمة 8.1 لمين؟ للواي. بصير عندي هل اكس اكبر من واي، فاذا خزنها بالماكس، ممتاز. فإذا حيعطينا الإجابة اللي هي 8.1. خلينا نشوف مع بعض الأوتبوت. نشوف مع بعض الأوتبوت يا طلاب، شوفوا ما هو الأوتبوت اللي هو عندي 8.1 اللي هو الماكسيمم. انتبهوا ما بين two double numbers. طيب سألوني طلاب هل ممكن هاي القيم التنتين ندخلها من الكيبورد؟ ممكن يا طلاب، ممكن ندخلها من الكيبورد. اكتب مثلا انتجر، عفوا، دبل A و B و C ان الA و B، وهون ماكس فانكشن للA كوما B، في إمكانية يا طلاب عن طريق السي ان بكل سهولة. طب بدي أسألكم، هل الدبل ماكس ممكن أستغني عنها؟ يعني هاي ما أكتبها وما بحاجة أنا لإلها، شو رأيكم؟ أنا عملتها as comment هلأ، هل ممكن أستغني عنها؟ وإذا استغنيت عنها شو أعمل؟ يلا يا طلاب شو نعمل يا طلاب؟ ممكن أستغني عنها، ولكن كيف؟ if x أكبر من y، شوفوا if x أكبر من y فإذاً return مباشرة رجع لي قيمة x. else انتبهوا رجع لي قيمة y بهذا الشكل. if x أكبر من y فإذا return x else return y، هيك أسهل أصلا وأسرع، ما في داعي إنه أكتب double max. فهلأ 4.5 و 8.1، هل 4.5 أكبر من 8.1؟
ننتبه لا، فإذا بيروح على الإلس، فإذا برجع قيمة واي، قيمة واي هي 8 واحد يا طلاب، فإذا ننتبهوا الأوتبوت. شوفوا هي أعطاني 8 و1، أعطانا الأوتبوت 8 و1. طيب شوفوا يا طلاب التريك هذا وكتير حلو، شو عملت أنا بالإلس؟ شو عملت أنا بالإلس يا طلاب؟ وكأني ألغيتها، عملتها as comments، يعني وجود الإلس هون أو عدم وجودها أنا قائمته لغيته، هاي بدي ألغيه. شو بتتوقعوا الأوتبوت؟ شو بتتوقعوا الأوتبوت؟ كتير مهم هذا. طب نشوف مع بعض الأوتبوت يا طلاب، نشوف مع بعض الأوتبوت. شو أعطاني زي ما حكيتوا؟ شو أعطاني يا طلاب؟ 8 و1، هذا هو الأوتبوت. هلأ حنشوف ليه. طب لنفرض إني هاي خليتها نحكي 14 ونص، وهاي 8 و1، نشوف مع بعض كمان شو حيعطينا. شوفوا شو أعطاني 14 ونص. طيب خلينا نفهم ليه أعطاني الأوتبوت بهذا الشكل. انتبهوا يا طلاب معي، هلأ لما وضعت مثلاً 14 ونص و8 و1، انتبهوا يا طلاب، 14 ونص و8 و1، 14 ونص مررها لمين؟ للإكس. 8 و1 مررها للواي. هل 14.5 أكبر من 8.1؟ ترو، طالما ترو فإذا رجع قيمة مين؟ إكس. أول ريتين بتواجهه بهذا الفانكشن بيرجع، فإذا الريتين الثاني بنفذها ولا لا يا طلاب؟ الريتين الثاني بنفذها؟ لا، ما حيطلع عليها أبدا. شوفوا أول ريتين بتواجهه يا طلاب بالفانكشن خلص بيعطينا القيمة مباشرة. فلو كنت أنا حاطة 1,000,000 ريتين ورا بعض، أول ريتين بيطبقها خلص ما بيطلع لي بعدها. فإذا هون 14.5 أكبر من 8.1، فإذا رجع قيمة، انتبهوا الإكس اللي هي 14.5، ما بيطلع على ريتين واي، فإذا ما بيرجع قيمتين، والفانكشن دائما يرجع قيمة واحدة. طيب الثانية اللي قبل شوي كانت عندي هون 4.5، 4.5 و8.1، 4.5 و8.1، 4.5 أكبر من 8.1 يا طلاب، فولز. أصلاً الجملة الوحيدة اللي تابعة للإف اللي هي أول ريتيرن، فإذا ما حينفذها طالما فولز. وين حيروح؟ حيروح على الريتيرن واي. في الريتيرن واي يا طلاب شو حيعطينا الإجابة؟ 8.1. هذا التريك يا طلاب، إذا وجدنا الإلس أو ما وجدنا الإلس في هاي الحالة واحد، في هاي الحالة اللي أمامنا مش دائما. طب يعني أنا هون حاطة أنا ريتين، شوفوا كاتبة هون أنا ريتين مثلا 100 أو 110، هاي حتتطبق يا طلاب؟ هاي حتتطبق يا طلاب في كل الحالات حتتطبق ولا لا؟ مستحيل، لأنه إذا كان ترو حيطبق ريتيرن إكس، وإذا كان فوز حيطبق ريتيرن واي، أول ريتيرن بتواجهه. بينما ريتيرن 110 هاي مستحيل يطبقها نهائياً. انتبهوا نهائياً. فانتبهوا لإلها. طيب لو تم وضع هذا الفانكشن كله بعد المين، شو بحاجة نحن؟ شو بحاجة يا طلاب للبروتوتايب؟ ما هو البروتوتايب الملائم؟ ناخذ كل هذا الهيدر. طبعا انا ما حنزلها هلا لتحت، ناخذ كل هذا الهيدر ونحط بالنهايه فاصله منقوطه، هاي اسهل شيء بالنسبه لنا. واذا بدك تلغي في البروتوتايب الاكس والواي كمان ما في مشكله،
وإذا بدنا نحط A و B في البروتوتايب كمان ما في مشكلة. ننتبه تذكروا هاي النوتس. بس بدي أعطيكم هاي النوت الأخيرة، انتبهوا يا طلاب. لنفرض كتبت else مثلا هون return y return y وكتبه هون integer، كتبه هون integer، ما هو الاوتبوت؟ رجعت طبعا كستاندرز اف و else، ما هو الاوتبوت؟ شو تتوقعوا؟ ممتازين، انتبهوا هو 8 و 1 هاي، ولكن بيرجع لمين؟ للريتيرن داتا تايب، والريتيرن داتا تايب يا طلاب من نوع انتجر، فالريتيرن داتا تايب يا طلاب من نوع انتجر، فبالتالي بيعطينا الاوتبوت كانتجر. فانتبهوا هون الاوتبوت، نشوف مع بعض الاوتبوت اللي هو 8، اللي هو 8 يا طلاب. ممتازين. طيب نشوف آخر تريك. طبعاً أنا كتير مبسوطة المحاضرة الحمد لله اليوم الأمور تمام، فعشان هيك مستهلة أكتر، ما كان ببالي صراحة أشرح لهذا القدر. انتبهوا أنا كاتبه هون Y وكاتبه بعديها Y plus X وبعديها كاتبه هون مثلاً X لوحدها وبعديها كاتبة مثلاً 10.9. شوفوا كم عدد القيم اللي أنا عملت لها ريتيرن في الجملة الثانية. شوف كم عدد القيم، هاي واحدة، هاي واحدة، هاي تنتين، هاي ثلاثة، وهي أربعة. أربع قيم، تخيلوا أربع قيم وضعتهم في ريتيرن، أربع قيم وضعتهم في ريتيرن. لو بده يطبق هالأربعة ونص أكبر من 8 و1، فإذا بيروح على الإلس، فإذا هدول الأربع قيم. هل حيرجع لي الأربع قيم يا طلاب؟ شوفوا هل حيرجع لي الأربع قيم؟ ننتبه مع بعض نشوف الأوتبوت. شو الأوتبوت يا طلاب؟ شايفينه؟ 10 10. طب ما هي العشرة؟ نفسرها. ممتاز. لو كان عندكم يا طلاب 100 قيمة في الريتيرن، 50 70 مليون قيمة في الريتيرن يا طلاب، دائما وأبدا حكينا الفانكشن ما بيرجع إلا قيمة واحدة فقط، والقيمة الواحدة فقط اللي هي حيرجعها اللي هي آخر قيمة في الريتيرن. انتبهوا آخر قيمة في الريتيرن. طب آخر قيمة في الريتيرن هي 10 و9. طب كيف إنه رجع لي؟ ننتبه 10 نفس النوت اللي قبل شوي أخذناها، لأنه هذا من نوع انتبهوا انتجر. هذا كان أحد أسئلة أعطيناها سابق من الطلاب. طبعا في أحد المرات أو في أحد الامتحانات كنت حاطة يا طلاب، تخيلوا كود كتير كبير وحاطة هون وايل وجواتها 4، تخيلوا واي وجواتها 4، طبعا كود كتير كبير وهون يعني مجموعة كبيرة من الستيتمنتس، وبالنهاية عملت لهم زي هيك return y y plus x و x وهون 10.9. فالطالب إذا ما لمح من البداية إنه هاي القيمة وإنه بالنهاية من نوع كونستانت وما إلها دخل في كل الكود اللي عم بيشتغلوا هون، فإذا بيروح عليه الوقت، بقول لي الامتحان ما عم بيكفي، أنت جابتنا امتحان طويل. لا، لازم يكون في عندك دقة ملاحظة. بعمل سكان لكل برنامجي، أولا هل برنامجي يحتوي على أخطاء؟ هاي النوت الأولى. ثانيا هل هذا الفانكشن بيرجع قيمة ثابتة؟ طيب إذا بيرجع هاي القيمة الثابتة ننتبه، ما هو الداتا تايب للقيمة المرجعة؟ فيعني أنا هلأ هون لو غيرت كل الفورمات لكل الطلاب، انتبهوا، وحطيت هون كل شوي 4.5 8 و1 110 15 3 و12 وهكذا، كلياتهم حيعطونا
نفس الإجابة يا طلاب، واللي هي 10. انتبهوا، واللي هي 10. طبعا هاي كان أحد أسئلة امتحان فاينل للطلاب. لغاية الآن في أي سؤال؟ أموركم تمام؟ بعيد يا طلاب. هيك ننهي محاضرتنا. أنا كثير مبسوطة إنه الله يسر لنا إياها اليوم. المحاضرة القادمة إن شاء الله ما بدي أدخل عليكم أكثر، لأنه ضروري تراجعوا هاي المحاضرة. المحاضرة القادمة حيتم الإعلان عنها إن شاء الله في الويك إند، بناء على الإحصائية الطلاب واختياراتهم بإذن الله. Good luck للجميع، والله يعطيكم العافية أنتم كمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.